تحدثت الممثلة اللبنانية زينة مكي عن قرار انفصال عن عائلتها لتعيش لوحدها منعزلة عنهم، وأيضا عن مواقف خاصة بحياتها الشخصية تحدثت عنها للمرة الأولى عبر الأعلام. حالت زينة ضيفة ببرنامج عندي السؤال وتحدثت عن طلاقة من الفنان نبيل خوري وقالت بتأثر: أكيد في وجع وحالة اكتئاب شديدة، ما في شيء عم بخليني أنسى، على الرغم من أنه طلاقة تم بهدوء وبعيدا عن الإعلام بوقتها لأنها ما بتفضل مشاركة خصوصياتها على العلن. كما تحدثت مكي عن كواليس مشاركتها مع الفنان السوري تيم حسن بفيلم الهيبة وقالت: العمل مع تيم في هيبة، وأنا كان عندي قلق من العمل بس انكسر الجليد، صارت علاقتي فيه كتير حلوة. عم تستعد الفنانة السورية غادة بشور لتصوير مشاهدها بمسلسل الصديقات مع المخرج محمد زهير رجب، ووصف الدورة بالمختلف حيث رح تقدم شخصية لم يسبق لها أن قدمت مثلها أبدا، ولكنها لم تتحدث عن تفاصيل العمل لتشوق جمهورها. تحدثت غادة عن رفضها لبعض الأعمال وذلك خلال لقاء أجرته مع موقع فوشيا، حيث قالت أنها بتعتذر عن بعض الأعمال بسبب الأجر المادي غير المناسب، ولكنها ما بتشعر بأنها مظلومة بالوسط الفني بخيارات المخرجين، بل أخذت حقها كامل خلال مسيرتها الفنية وتنوع الأدوار والشخصيات اللي قدمتها. من جهة أخرى أغلقت غادة مشروعها اللي افتتحته لدعم دخولها المالي وهو صالون تجميل بسبب الظروف العامة والإقبال القليل، وعادت لتكتفي بالفن كمصدر دخل فهو خيارها الأول والأخير.